قال الله تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الآية. يقول: ما معنى هذه الآية؟ وهل المقصود بقوله من بيوتهن إذا كانت ملكا لهن أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الآية. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له، ثم وجه الخطاب إلى الأمة، فقال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم. وقد ورد تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا ما يسمى بطلاق السنة. نعم. أن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه، وفي هذا النهي عن طلاقها في غير هذه الحالة، يعني يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه. وإذا كانت حامل، أما إذا استبان حملها فإنه يطلقها إذا طلقها في طهر جامعها فيه وقد استبان حملها، فلا مانع من ذلك، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا هو طلاق السنة أيضا. نعم. وهو الذي أمر الله أن تطلق له النساء: طلقوهن لعدتهن. نعم. قوله تعالى: وأحصوا العدة، أي تقيدوا بها بأن لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها. والعدة كما بيّنها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة، أن الحائض تعتد بثلاث حيض، وفي هذه السورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل. نعم. طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لتقواه التزام هذه الأحكام التي بيّنها، لأنها من مصالح العباد، وهي عبادة لله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه. لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، ففيه مشروعية اعتداد المطلقة في بيت الزوجية وأن لا تخرج منه، لأنها إن كانت رجعية فإنها زوجة لها حكم الزوجات، ولعل مطلقها أن يراجعها، تكون الفرصة مهيئة للرجعة التي يرغب فيها الشارع. نعم. فيها مصلحة. وإن كانت بائنا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب لها السكنة أو لا تجب، وظاهر الآية أنها أيضا تجب لها السكنة، والمسألة فيها خلاف. نعم. أما الرجعية فلا خلاف في أنها تجب لها السكنة لأنها زوجة، والنفقة. نعم. والنفقة لأنها زوجة. ولا يخرجن إلا أن يأتين، يعني أنتم لا تخرجوهن أيها الأزواج، وهن لا يخرجن بأنفسهن، هذا نهي لهن. نعم. بعدما نهى الأزواج عن إخراجهن، نهاهن عن الخروج بأنفسهن برغبتهن، يعني برغبتهن. نعم. إلا يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة قيل هي الزنا، وقيل هي البذاءة باللسان، يعني يحصل منها بذاءة على الزوج أو على أهل الزوج، سب يعني وشتم، سب أو شتم أو غير ذلك. نعم. فإنها حينئذ يسوغ إخراجها من بيت الزوجية. إلا يأتين بفاحشة مبينة، والآية عامة، الآية عامة للفاحشة المبينة سواء كانت زنا أو بذاءة أو غير ذلك. تلك حدود الله، أي أحكامه التي حددها وبينها لعباده، فالتزموها ولا تتعدوها. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، حيث إنه عصى الله سبحانه وتعالى وعرض نفسه للعقوبة، لعقوبة المخالفة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث رغبة في الرجعة بعد الطلاق، ويحصل من الزوج أن يراجع زوجته ويرغب في بقائها في عصمته، ويكون هذا مما أحدثه الله سبحانه وتعالى بعدما حصل من الطلاق والنفرة عادة المودة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إلى آخر الآية. نعم. فدلت هذه الآية على تحريم طلاق البدعة، أو الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها. نعم. وكذلك دلت على تحريم طلاق ثلاث بلفظ واحد لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح له فيها الطلاق
الطلاق شرعا وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو في حالة ما إذا كان جامعها في الطهر ولكن تبين حملها فحينئذ يجوز له طلاقها. نعم. ودلت على سكن المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة فلا يزاد فيها ولا ينقص. نعم. عرفنا أن الطلاق البدعة هو الذي يكون في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض، وهذا لا يجوز، لكن إذا صدر الطلاق في هاتين الحالتين فهل يقع أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يقع. نعم. لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.